المفتوح مستمر معكم مستمعين الأفاضل إلى حدود منتصف النهار. وصلنا الآن فقرة تاي الحداش، وكل يوم يوم ثلاثاء تتكون معنا ستيليست سميرة الحدوشي اللي كتهضرنا على آخر صيحات الموضة، وأيضا كتوجهنا بالأشياء اللي الآن اللي معمول بها. صباح الخير للي سميرة. صباح النور ريم، وصباح الخير المستمعين الكرام. بارك الله فيك، مرحبا بك سميرة. بارك الله فيك ريم. سميرة، كنعرفوا أن الموضة دائما كتغير من وقت لآخر، ودائما الموضة هي خروج عن ما هو مألوف ومعمول به وأيضا اعتيادي. كنا مؤخرا كنشوفوا على أن كاينين كانوا دي كولور أوني، دابا ولينا كنلاحظوا بحال التيشيرت ولا لاغوب ولا السروال ولاو لي كولور مخلطين، وحتى ولاو دي موتيف. دابا ولينا ديغنييغمون كنشوفوا لي بابيون. نعم effectivement c'est des motifs très spéciaux. alors هاد السنة أنا يلاه كنت في الفاشن ويك، آخر فاشن ويك ديال إتي 2016-2017، وكان دي فاشن ويك ديال بريت ا بورتي بريفي دايوغ. راه الأسبوع الفائت راه كانوا اتصلوا بيا ومنا لو ديريكت تقريبا من تما. الوغ هاد السنة غنعطي بلوس دو ديتاي. هاد المرة هادي هاد السنة كاين لي بلوزون ديال لي زاني 80، لي بلوزون يعني داك القميجات اللي كيكونوا كلهم اللي كنا كنشوفوهم في الثمانينات، انهم كلهم ديك التكريش من فوق وبالثوب. نعم. ديال لولان، يعني ثوب بسيط جدا وحتى القصه بسيطه جدا ولكن معموله بطريقه فنيه وتري سبيسيال. هاد السنه كذلك كاينين لي غوب الكساوي، يعني كان لو فوليوم فيها بوكو دو فوليوم، يعني ممكن ان السيده اذا كانت شويه سخينه او كانت رفيعه ممكن انها تلبسهم، يعني ما كيبينش لا سيلويت 100% لان بقوه انهم في بوفوني وواسعين وطوالين بزاف، ولي روب سون تري تري لون يعني هابطين حتى الكعب لتحت. كاين بالنسبه للالوان هاد السنة عملوا كانت في آخر صيحات الموضة ولا لي بوديوم العالميين ريم، كان الأخضر باين بزاف. نعم. من تنقلوا الأخضر جميع الألوان ديال الخضر كتلقى باغ إكزومبل الفيغوليف، يعني اللون ديال الزيتون داك المغلوق عملوه مثلا، غنذكر بعض الأسماء بحال فيليب ليم كان على البوديوم عامل هاد لو فيغوليف، هاد اللون ديال الزيتون. مثلا البيستاش بغبغي خدم على البوديوم ديالو لا كولور بيستاش. مثلا نينا ريتشي خدمت لا كولور افوكا. كاين مثلا جوزيف التوزيغا خدم لي كولور دلا فوغي، يعني ملي كتمشي ريم كتشوف الغابه ديك اللون الخضر اللي كيجيك في عينك. نعم نعم. اللي تخدمات به في لا كوليكسيون، يعني الخضر بجميع الوانه. مثلا لا كولور ديال الغازون ديال الربيع ملي كتكون ماشيه في الطريق كتشوف لا كولور غازون. مثلا لي ميزون غابي هما اللي خدموا هذيك لا كولور غازون. جميع الالوان ديال الاخضر هذا العام لو فير لي تري 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 اون فوغ. نعم. تزيد عليها اللون دو لا تير، لا كولور دو لا تير، يعني اللي كنقول اللون بحال داك التراب الحمر الحمري 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 افكتيمون الحمري هذا التراب الحمر اكزاكت. لا كولور هذيك لا كولور هي اللي كاينه تري اون فوغ هاد السنه هذه. نعم. وبجميع لي ديغرادي ديالها، يعني من المفتوح ديالها كتبدا هذاك اللون وهي كتفتح 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 حتى لوباج، حتى كتمشي لوباج. نعم. وكان شحال هادي سميره حتى لو جون، حتى لو جون باقي دابا هاد السنة 2016-2017 لو جون خدا تبارك الله سنة كاملة نورمالمون. الألوان كيكونوا غير باغ سيزون، يعني ست شهور كيكون لون وست شهور كيرجع أون فوغ لون آخر. هاد السنة اللي فاتت 2015 خدا صيف خريف شتاء وربيع صيف الأصفر. نعم. خدا 2016 كلها 2015 كلها ودابا 16. نعم. دابا 16 حنايا الأخضر أكثرية الأخضر. كاين اللون اللي السنه اللي فاتت كاين لو اور، كاين داك المذهب المفتوح اللي كان كتلقاه في لي صوندال، كتلقاه في لي بلوزه مثلا، لي جاكيت اكسيتيرا. هاد السنه هادي 2016-2017 كاين لو ميتال لا كولور بحال ارجونتي ولكن بارده بزاف، ماشيه بحال لو غري ارجونتي ما كتعرفهاش ولكن كتعطي الملامح ديال انها ارجونتي. نعم. هاد لا سيزون بالضبط هاد لا كولور خدموا بها دي كرون كرياتور بحال ايزابيل موران بحال بول اند جوي،
خدموا بها اون ديغي داك التيشو بحال الكوير هو سي با دو كوير سي ان تيشو اللي خدموا به دي بونطالون تري لارج خدموا بهم لي كاب خدمات بهم دي شوميز خدموا بهم دي فيست قصارين وطوالين يعني مين كتشوفوا اون ديغي ان كوير هو سي با دو كوير سي ان تيشو اللي هاد السنه حتى الناس ديال التكستيل ديال صناعه الاقمشه يعني عملوا مجهود كبير في الاقمشه وانه بدلوا القماش كاريمون يعني مين كنشوفوا رجعنا للاقمشه ديال زمان ماشي غير ديال الثمانينات حتى ديال السبعينات حتى ديال الستينات حتى ديال الخمسينات. نعم بكثر سمحاني لنا الماضي ولينا كناخذوا كاع داكشي ديال القديم وكنحاولوا نطوروه وندخلوا عليه شويه ديال الحداثه ونلبسوه وكيولي لا مود لان الموضه هو بحال جنون العقلاء هو كل واحد كيخرج على الاشياء اللي هي اعتياديه. عجبتني جنون العقلاء. الوغ هنايا من تكلمتي على جنون العقلاء خصك تعرف ان لا شوميز حنا كنعرفوا ان القميجه بالكل نورمال هاد السنه بالخصوص 2016 2017 لا شوميز ديتورني سموها يعني القميجه متغيره بحال بواحد ستيل سبيسيال يعني شنو هو الستيل سبيسيال خلاو القميجه كما هي في الكول ديالها في الكمام ديالها فهذا ولكن خلوها رجعوها غوب رجعوها يعني اكثريه ديال نعم. ديال لي غون مارك مثلا بحال لي غالف لورين او لا بول اند جوي عملوا القميجه مين كتشوفها من نص الفوقاني كتشوفها كقميجه وهي سيتون غوب تري شيك وبنفس الوقت القماش ديال القميجه اللي هو بارد كيجي من الصيف ولان السيده نعم. تستمتع باللباس ديالها. نعم كما قلتي الان ولا طوله اللي قدرنا نمغربوا دابا الموضه العالميه وندخلوها على القفطان ولا على التقشيطه لان ليلى سميره مؤخرا ولاو الناس يقول لك بغيت التقشيطه على قد طولي دابا غادي يرجعوا يمكن عاوتاني للطول. الطول كاين الطول هاد السنه من ناحيه الموضه العالميه اللي غنتكلم عليها وديك الساعه نرجع لك القفطان المغربي. الموضه العالميه الطول موجود يعني دابا لي جيب رجعوا طوالين انا قلت لك حتى الكعب يعني حتى يعني الا لبستي لو بلاي ممكن لها انها تجي تقريبا في الارض وخصوصا اللي كان شي واحد شويه قصير فنصحوا يلبس شويه ديال الطالون ضروري هذيك المساله ديال لي شوسور يعني من ناحيه ديال الاحذيه وديال الصيف ان شاء الله يمكن الا قدرنا نتكلموا عليها اليوم هو هذاك ما قدرناش غادي نخليوها الاسبوع المقبل. نعم باكونتخ بالنسبه للي غوب او للي شوميز او لا هذه كلهم هاد السنه طوالين وطوالين بزاف يعني رجعنا كما كنشوفوا الافلام ديال الخمسينات والستينات شتي لي غوب كيفاش كانوا اللي نعم كيفاش نعم. كانوا يعني هابطين على الركبه بواحد 15 20 سنتيمتر هاد السنه سي لا ميم شوز هابطين على الركبه ب 15 20 سنتيمتر ولا كان اكثر ما كاينش اشكاليه و لو ستيل يعني رجعنا لو بليسي لي غيور لو ستيل غرافيك يعني لو غرافيزم كاين في وسط هاد الاقمشه هادي ممكن كاين دي كولور تري ديفيرونت ممكن نعم. انك تبازي لا كولور مي كنقول مثلا لا كولور فيرت خضر يعني ممكن ان الاخضر تلبس ان بو الخضر من التحت من لا جوب كلها اون كولور من التحت نعم. اولا يمكن لك تلبس القميجه كي مثلا فلو فيغ اوليف من هذا وتلبس عليها ان بو فيه باريولي كله فيه دي كولور اي دي كولور باريولي نعم الوغ هاد السنه سنة الورود سنة الألوان سنة أنك ممكن أنك تلعب في الألوان كما بغيتي في اللباس ديالك وتقوم لك تخرج بهم نعم واللي رجعنا للقفطان غادي يكون طول هنايا القفطان حنايا ديما الطول المغربية ديما كتبغي القفطان كتقول لك مهمية مخزنية كتقول لك مخزنية نعم ولكن بالنسبة كاين بعض السيدات اللي ما كيقدروش على ديك الطول وما كيقدروش أنه يمكن ما كيقدروش يتمشوا به نعم كيكونوش تري زاليز به الوغ كيقول لك لا املا لي حد القد انا جو تخوف انا كنهضر على رايي الشخصي ريم ان القفطان المغربي ان الطوله ديالو هميه ومخزانيه كيفاش كيقولوا نعم. لان القفطان قصير اوكي نقدر نعمل القفطان قصير ولكن الا بغيت نعمل القفطان قصير وما قدرتش على ديك الطوله وما قدرتش نمشي بها نحسب لي طالون اللي غادي نلبس ونحسب الطوله ديالي 100% ويجي يعني على لي طالون ب 2 سنتيمتر هابط ولا 3 سنتيمتر هابط نعم يعني ما يكونش الى السيده ما كتقدرش على القفطان طويل مي القفطان طويل دائما كاين وما نقولوش راجع ولكن لانه هو ديما موجود هو دائما حاضر دائما حاضر نمشيو لطنجه ونستقبلوا لاله خديجه صباح الخير لاله خديجه
خديجة صباح الخير، كتسمعنا؟ صباح الخير. أنا معكم. مرحبا بكم. صباح الخير للا خديجة. صباح الخير للناس. انتم بخير؟ الحمد لله. ايوا شكرا جزيلا على هذا البرنامج. مرحبا. انا عندي، انا ماشي في الموضه. عندي جلابه، عندي توف كحل ما عمرني ما لبستو وعشقتو هاد العام، وباش غنخدمو لان جلابه ديال المليفه باش غنخدمها. نعم. اش من لون؟ يعني القميص ديالها بغيت نعمل لها القميص، اش واش ناخذو في الساتان ولا ناخذو شي حاجه مخلطه ولا ناخذو في لون واحد ولا؟ نعم. سيداتي الاسود هو سيد الالوان، يعني كلشي كيلبس الاسود، وزيد عليها انك يمكن لك تدخلي في الموضه ولو بالاسود، ممكن انك تدخلي بالكحل مليفه كحل يمكن لك تدخلي في الموضه. البشره ديالك كيفاش عامله؟ انا بيضه 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 مزيان. الوغ الجلابه ديال المليفه ممكن انك تعمل الجلابه ديال المليفه الا بغيتي تخدمها بالكلاسيك. الكلاسيك ممكن انك تخدمها اللون في اللون وتخليها كحله وما وغنزيد عليها حتى لون من الالوان. مثل انك تخدمها بالضفاير، لان احنا رجعنا للضفاير، يعني كنرجعوا للسبعينات والثمانينات الضفاير بزاف. جوج ضفاير حتى ثلاثه ضفاير، ويمكن لك انك تعمل العقيق في الكحل، يعني هنايا كنبقاو اللون في اللون. اذا بغيتي تدخل فيها الالوان اعمل قميص فيه الالوان يعني كثيره، يكون مثلا باغيو اللي يكون فيه بزاف ديال الورود، او لا يكون مخطط، او لا يكون فيه ديطاش فيه الالوان، ولكن لاباز ديالو تكون اسود، تكون كحله تكون سوداء. ولي دارت الراندا، تا الراندا كتدبا على مود. انا بغيت الراندا. الراندا سي تري على مود، سي تري على مود. ممكن انها تعمل راندا في المليفه حتى هي تخدمها بالراندا بالحلب، يعني ملي كنقول ضفاير ممكن انها تقول لي لا بغيت الراندا ما كاين حتى اشكاليه، حتى هي تعملها باللون في اللون، وفي بنفس الوقت تعمل لها كيلكو بيغلاج، يعني غير باش تعطيها واحد اون بريونس زايده. ماشي ضروري انها تكون كتلمع بزاف، ولكن يكون غير لي بيغ اوباك، يعني ما كيكونوش كيلمعوا بزاف. نعم. لا زعما نعم انا عندك صح، لان خديت واحد جلابه وعملتها الراندا بالكري وفيها الكري وما جاتش باينه تماما، عاد بغيت نردها لديك الخياطه باش تعمل لي فيها دي بيرل باش تبان شويه ديك الخدمه ديالك. ماشي شويه، لان الراندا اختي كتجي تخي سامبل، وحنايا دابا الموضه تغيرات، والشوفه ديال الواحد في الجلابه اولا في القصر تغيرت، ما بقاتش ديك الشوفه القديمه اللي كنعرفوها. الوغ من الاحسن انك تزيدي عليها دي بيرل، ولكن يكونوا مات ماشي بغيو ماشي اللي كيبرقوا. كيكونوا ديسكري وخلوا في اللون. إذا بغيتي تدخلي عليها الالوان ممكن انك تدخلي عليها الالوان، ولكن الالوان اللي غيكونوا عندك في القميص ممكن تدخلوا عليها. نعم. واخا شكرا جزيلا. شكرا لكم. بارك مبروك وبارك الله عليكم. الله يخليكم في عمل. شكرا لك خديجه، صباحك مبروك. كنت معنا مباشره من طنجه. من طنجه غادي نمشيو نستقبلوا ناديه من سيدي قاسم. اهلا ومرحبا ناديه. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اوكي لاباس عليكم؟ الحمد لله. الحمد لله. شكرا اختي على هذا البرنامج، وشكرا للاخت سميره. مرحبا. بارك الله فيك. اختي باش ما نطولش عليكم، عساك عندي شريت واحد التوب ديال موطراج وهار في الكحل. نعم. وبغيت نديرها معينه شويه تخينه شويه، ما بقيتش كنقدر نلبس كاشط. نعم. وكنت ناويه نديرها فراشه، وقالوا لي داك التوب ما يمكنش يجي فراشه، بغيت نديرها دابا جلابه دو بياس. ما عرفتش التوب اللي غادي القميص اللي عندي لا من التحت كيف داير. واللون ما عرفتش. المبرة المبرة ديال جوهرة مخططة. وهي لون واحد في لونوار. هي لون واحد في لونوار، وكيكون فيها لونوار شوية مفتوح وشوية مغلق باش كتعطي ديك الصوت. أييه، وفيها بحال شوية ديال الأرجونتي. بحال الصقلي تقريبا. أييه. ألوغ هاد التوب هذا ممكن أنك تعملها قندورة، كتجي رائعة جدا. ماشي ضروري أنها تعملها فراشة، ولكن كتزيد عليها قماش آخر، لأن يعني اللي قال لك ما يمكنلاش تجي ما كايناش هاد القضية، ممكن كتزيد عليها ثوب في اللون في الأسود في الكحل ديالها، أن ساتا أولا أون موسلين أولا باش كتكمل بها، ممكن لك أنك تعمل بها لا ماشي من التحت، كتكمل قندورة، كنهضر على القندورة، كتكمل قندورة بها، هذه إذا بغيتيها كيفاش لالا سميرة كيفاش يمكن له يكمل القندورة بها؟ يعني تكمل القندورة بها، لأن ملي كتكون مبرغية لي غيور يعني الخطوط كيخليوك أنك كتكون شوية منحصرة في الصالة، يعني تضطر انك تمشي على حساب داك الخطوط. نعم. الوغ مي كتضطر تمشي على حساب الخطوط التوب ديال 3 متر ما غادي يقدهاش من ناحيه ديال القندوره، خصها تزيد عليه توب اخر، يعني ان ساتا اولا موسلين اولا شي حاجه ممكن تعمل بها قندوره، لان القندوره بالغي في الفلو كتجي رائعه جدا، وانا خدمتها مرارا وتكرارا.
بحال الجناب يا اختي. نعم يا كسامير اكثر من الجناب يكونوا اوني. ممكن الجناب يكونوا اوني وتخدمهم، يمكن لا تعمل بيغلاش فيهم ولا خياطه المعلم او لا الطرز او لا اللي بغات، ممكن انها تخدم وكتجي القندوره تري سبيسيال. بالعكس كتجي قندوره اللي ماشي بحال طول الموند، ماشي بحال اللي كتشوف دائما. نعم ناديا. بغيت نقول لك اختي راه عندي فيها 3 متر، ثوبني شريته قال لي راه فيه 3 متر. هي 3 متر لان من غادي نعمل القندوره على 3 متر وكنشد على الارض ديالها وكنطويها، من كنطويها كيجيك متر ونص في الظهر ومتر ونص في القدام، يعني ما عندكش الجناب اللي غتخدم فيهم القندوره. الا نسيت تقطع من القندوره الجناب ديالها ما غادي يقدوكش، اكثريه كاين الخطوط، والا كاين الخطوط خصك ضروري تعاوني بتوب اخر، تشوف غير موسلين راه كيعمل دي موسلين راه كاينين دابا اولا واحد الاسم مشالي على بالي كيعمل 30 40 درهم المتر، ممكن انك باش تكمل به تكمل به القندوره ديالك في اللون في اللون، يعني في الكحل، قلت لك تاخذ الكحل وتكمل به كيجي انا كنقول لك كنعاودها كتجي رائعه جدا لان خدمتها مرارا وتكرارا. شكرا لك ناديه، شكرا على هذا البرنامج، شكرا لك ناديه. كنت معنا من سيدي قاسم غادي يمشيو لفاس ونستقبلوا زكيه. زكيه مرحبا بك. الو مرحبا لاله، شكرا، صباحكم مبروك، تبارك الله عليكم على هذا البرنامج، الله يجازيكم بخير. مرحبا، ممكن نهضر مع لاله سميره الا كان ممكن؟ تفضلي. مرحبا لاله، بارك الله فيك لاله سميره، لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. الله يعطيك الصحه. كان ممكن نسولك، انا خديت واحد الثوب ديال الجلابه ديال الجيم في الغوز بارد. نعم. وما عرفتش باش نخدمه في الغوز بارد والجيم، ما عرفتيش باش نخدمه. اوكي، اولا الجيم خصك عارفه الطريقه ديال الجيم، خصو يترم في الزق مده ديال مثلا ليله خليه في الزق، ولا غدا كتنشرو وعاد كديه البلانشه كتبلانشيه. إيه لالا، لأن كاين كيعملوا لك بروبوزيسيون كيقول لك يمشي غير يتفور عند البريسينغ والفوار ديالو راه كيجمعوا، لا من الأحسن أنه يتفزق. نعم. وتنشرو ولا غدا عاد مشي تبلانشي في البريسينغ وعاد عاد كيتفصل. من الناحية ديال الجلابة، هاد السنة حنايا رجعنا الجلابة الكتاف طايحين. الكتاف طايحين والكمام واسعين شوية ماشي ضيقين بزاف، والجلابه المخزنيه او الجلابه الجبليه، يعني كل واحد كيفاش كيسميها. حنا رجعنا لهاد الجلابه هاد السنه هادي بكثره، يعني جلابه واسعه، ممكن السيده تكون عامره او تخينه او رفيعه، ممكن انها تلبسها باش تخيط على حسب، لان الجيم كيصلح للصيف، والصيف كيبغي خياطه كتكون خفيفه، وهذا ممكن انك ديرها بالملاقي، لان حنا راجع الشبكه راك عارفين راجعه بواحد واحد بواحد طريقه كبيره الو يمكن لك انك تعمل الملاقي، يمكن لك تعمل ديك الثلاثيه او لا، المهم تكون مخرقه الخدمه كلها كتكون مخرقه فيها. تكون في اللون لا سميره، اللون في اللون كان احسن. واخا حاجه اخرى، إذا أنت مثلا عندك جلابة جلال باللون في اللون بزاف وبغيتي تبدل، ممكن أنك تدخل عليها الألوان، ولكن ما تخدمش بالملاقي هنايا في هذه الحالة هذه، ما تخدمش بلاقي، تخدم بالطرسان، تخدم بالضفاير، يمكن لك تدخل عليها الوينات اللي كيكونوا قرابين أو لا دي كولور تخي فونسي، أون كولور واحدة أن بو فونسي، مثلا لوغوز يمكن لي ندير معاه لوغوج، نقدر نعمل معاه الفيولي، ممكن لوغري لالا سميره، لوغري حتى هو يجي معاه بزاف، يعني ممكن انك تدير خدمه بلوغري كلها بلوغري، تخدم التوب في الغوز وهي مخدومه بلوغري، والجلابه تكون جبليه والخدمه من الطوق، ما تهبطش حتى لتحت غير من الطوق، تجي رائعه جدا. واخا شكرا، انا كانت عندي كنت فكرت انني نخدمها بالضفاير، ضفيره بلوغوز في لونها وضفيره بلوغري. لا خدمها في لون واحد، من الاحسن من جوج الوان. واخا لالا، يعني الا بغيتي تخدمها خدمها لون واحد الكري، وتعمل ثلاثه دفاير ولا اربعه دفاير ولا بالزواقه كاريمون، يعني جوج دفاير وزواقه ديك الدولارات ولا الدبانه ولا اللي بغيتي من الخياطه القديمه البلديه، وغير من ستوك غادي تجيك رائعه جدا، وخيطها وعاود عيط لينا وتقول لي شنو. واخا بارك الله فيك، واخا نبسل عليك شويه عاوتاني واحد شويه بحال هكا. ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. خديت عندي الثوب ديال القشطان في البيض او في البيض او، ولكن الثوب ما نكذبش عليك ما عرفتش السميه ديالو، هو بحال هو خيط وساتيني، خيط وساتيني اها، ما عرفتش بغيت نديرو شي حاجه بلا حزام، يعني يا اما نديرو قندوره ولا نديرو قماش بلا حزام، ما عرفتش باش نخيط.
عندك شحال نقول لك حنايا هاد السنه 2016 مبني لا كوب ديالنا هاد السنه مبنيه على التخفيف، يعني ممكن انك تعملها بصاله بلديه بحال هضرنا على الجلابه، ممكن تعملها قصيره قطان قصير يعني قطان قصير، اولا ممكن تعملها بحال لو ستيل ديال او الفوقاني ولكن كيكون حد الركبه وكتكمل له اما بونطالون اما بجوب اما باللي بغيتي اولا بان كالسون ولا اللي بغيتي باش يعني باش كتكون خفيفه، لان هاد القصه اللي كتهضري عليه ماشي المناسبات الكبيره يعني شي حاجه خفيفه هي عندك ولا يجيو عندك الناس هي يعطيك ستر. الوغ ممكن انك تعمل الفصاله بلديه حتى هي واسعه بالفتحي في الجناب، الفتحي في الجناب طالعين ماشي غير 20 سنتيم ولا 15 سنتيم، لا الفتحي في الجناب طالعين باش بامكان انك تعمل لها شي حاجه من تحت. بغيت واحد الاقتراح نقترح الله يعطيك الصحه وقولي لي واش عندي الصح ولا لا. انا بغيت نخدمو حتى هو بالضفاير من السطوق وبغيت ندير له ديك البانده ديال العقيق. بغيتي تخدمو بالضفاير من السطوق وبانده العقيق غادي يجيك مزيان بالبانده العقيق، ولكن دابا هاد السنه البانده العقيق شفناهم هذه 4 سنين 5 سنين كلشي كيعمل لي بوند ديال العقيق، من الاحسن لو ممكن الى شفتي بحال لاغيبور ولا دونتيل ولا غادي نقرب لك اكثر المشهد، يعني هذيك ملي كتمشي كتلقى شي غالون كيتباع في القيساريات ديال الخياطه وداك الشيء كتلقى دي غالون محرقين، هذاك ممكن انك تعملو ودير عليه شويه ديال لي بيرل احسن من ديك لابوند ديال البيرلاج داكور. يعطيك الصحة شكرا بزاف على لاله سميره وسمحي لنا بزاف، الله يجازيك بخير بارك الله فيك. يلا تبارك الله عليكم حبيبه شكرا بزاف. شكرا لك لاله زكيه من فاس سميره الحدوشي لا ستيليست ديالنا هي باقا معنا تبارك الله ما شاء الله مبدعه حتى في التصاميم اللي دائما كتقدم اللي كتقدميها الناس، دائما هناك افكار جديده، دائما هناك مواكبه الموضه. خليكم معنا ايضا اللي بغيتوا تواصلوا مع سميره فما عليكم الا اتصلوا بنا على رقمنا 0537 70 59 39. ابقوا معنا سميره بارك الله فيك ريم وتبارك الله عليكم. لا لا اختك نمشيو للمكناس ونستقبلوا ناديه. ناديه اهلا ومرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لقيتي الحمد لله. سميره بارك الله فيك لالا الله يطول لي عمركم الله يخليك باش نستشر معك. عندي واحد ثوب فوده وي احنا هضر المكناسه خصك تشوفي الخرشوفي اها بغيت اللون اللي ندخل معاه لان بغيت ندير لها قفطان فودا قفطان فودا فودا انا كيجيني بحال شويه واقف شي شويه باش ندير لا ما واقفش هذا عندي نازل عندي اللي واقف وكاين واحد نازل جايزه داكور واخا هذا الفودا ممكن يدوس فيه الطرز ممكن يدوس فيه بغيت ندير ايه بغيت ندير لا بغيت ندير التنبات وندير لها تقشيد المعلم لان انا كانت تقشيد الخياطه وهي رأي على رايك يتسخسف ورايك تبارك الله عليك ما شاء الله عليك كانت تعلم. لا ما كاين حتى اشكاليه انا غير كنسول لان انا كنعرف الفوداء صعيب انك باش تدوس فيه الخياطه الخياطه ديال المعلم ديالنا باليد الليله كانت بالماكينه شكل اخر. لا انا بغيت ندير له التنبات داكشي ديال التنبات. ديال التنبات المهم انتي تعرفي الا كنتي كتخيط يمكن لكم الثوب غيكون حداك اكثر غادي تفهموا اكثر غير بالناحيه ديال هذا اللون هذا الخرشوفي يعني اللون الخرشوف الاخضر الاخضر ممكن تدخل عليه اللون اللي بغيتي يعني من الالوان اللي ممكن تدخل عليها شتي ممكن تعمل الكونتراست دو لا كولور كاريمون خدمه بالغوج مثلا بالاحمر ممكن تخدمها بالاصفر ممكن تخدمها بلا كولور سوغيز بلا كولور ديال حب ملوك ممكن انها تخدمها بلا كولور ديال حب ملوك كتجي رائعه جدا هذاك لا كولور الاخضر مع هذيك لا كولور كتجي رائعه جدا وفي نفس الوقت من تبغي تعمل البيرلاج العقيق فيها كتعمل اكثريه الخضر ولكن كدوز مع هذيك لا كولور سوغيز لا كولور ديال حب ملوك غادي تجي معاها وتعطيها منظر اخر. الله يكرمك الحبيبه الله يكرمك. عرفتي جميع جهادي حاطاهم فوق منها وكنشوف شنو ندير هذه ولا ندير هذه وقلت الانقاذ نعيط لها سميرة لا الا 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 عملتي اللون في اللون غادي تجيك شويه مغموقه ما تعطيش هذيك النظره اللي انت بغيتيها من الاخر. بغيت ندير هذاك الموز والعقيق وهذا
نديرها ولا عقيقة نطردو عاد نديرو ديك الطفيرة رقيقة و باش واخا شمن لون بغيتي طرديه؟ نديرو داكشي ديال التنبات بالموزونا وهذا عاد شنو هما لي كولوغ؟ لي كولوغ انا ديالي اختاريتهم انا حطيت الاحمر وحطيت داك الخضر شويه اللي شويه مزز على هاد اللون الخشوفي وحطيت الصفر. اوكي لا اولا غتشدي اللون كيدومين كل شيء الالوان يعني عندك الذهب والارجنتي اما تدخلهم بجوج واما ديري غير المذهب بوحديته. الله يكرمك صافي من الاحسن يعني هذه هي لاباز ومراها كتشدي ديك اللون ديال الارض هي اللي غتخدم بها يعني ها عندك المذهب واللون ديال الارض هما جوج الوانات ومراها باش تزيد تخرج القطن مزيان وتعمل ديك الوريدات اولا ديك الرشمه اللي غادي تخدم بها ممكن انك تزيد بها هذيك لاكولوغ ديال حب ملوك اللون ديال حب ملوك يمكن لك دوز بها باش كتعطيك نظره اخرى وستيل اخر للقطن ديالك. الله يكرمك ولكن ضروري من لاكولوغ دو باز يعني اما المذهب اما المذهب والارجنتي من الاحسن ما ديرش الارجنتي في هذا اللون هذا لان ما غاديش ما يعطيش والله يجازيكم بخير. شكرا لك لنا نادية من مكناس غادي نبقاو دائما ما شاء الله اليوم نادية حنا كثارين فتحي لكم نادية نمشيو لنادية القنيطرة. الو السلام عليكم. عليكم السلام. النهار كبير هذا مين هضرت معك اختي كي دايره مع الصحه لاباس؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شكرا اختي على هذا البرنامج وشكرا لسميره. مرحبا لاله نادية. اختي عندي التوب اختي غوزان ديال انا المشكل اللي عندي هي شويه معمره وما طويلاش بزاف وهاد اللوان اختي كنخاف كيجيوني معمرين كتجيني جلابه في شكل معمره ومشوه مش كتجينيش داك الشيء حد مقاده بغيت اختي تعطيني تقولي لي الصاله اختي اللي تقدر تجي معايا واللوين اللي باش تخيط. واخا شمن طاي انتينا؟ كل طاي عندك؟ ما شويه معمره ما واخا مي كتمشي مثلا كتاخذ تريكو ولا كتاخذ شنو كتاخذ ميديوم او لارج ولا لا كناخذ لارج شويه لارج واخا اوكي الوغ ممكن لارج ولا اكس ال يعني ال ولا اكس ال ماشي اشكاليه هاد انت بالنسبه لي لك لامورفولوجي ديالك واش لامورفولوجي ديالك عندك يعني رقيقه من الفوق لا طلع عمره كلي عمره كلها هي ماشي بزاف ماشي مشوهه غير شويه معمره. مهم الواحد كيكون قلت لي لا مورفولوجي ديالك هكاك عامله وستينا زوينه هكاك من الاحسن انك تفسر البصاله ديال الشوغ ميجور يكون على القد ديالك الكتاف يكونوا قدك ما تكونش الكتاف طايحين من الاحسن. يعطيك الصحة شكرا اختي. بالخصوص الكتاف يعني الكتاف يكونوا قدك يعني في ذاك العظام ديال الكتاف تما تجي البصاله ديال الكتاف زيد عليها من ناحيه ديال لابواسين ديال الصدر خصو يجي سيغ ميزيغ الا عندك 28 تكون 28 الا عندك 30 تكون 30 ماشي الا عندك 30 تعمل 34 باش حقاره تجيك واسعه ما تبينلكش اكثر بالعكس بالعكس الا عملتيها واسعه كتبين الوحده اكثر عامره وكتبين الواحد بواحد الطريقه في شكل عامله من الاحسن انك ديري الفصاله سيغ ميزيغ على قياس ديالك. وطويله اختي بزاف ولا شويه قصيره؟ انت شمن القياس ديال الطول عندك؟ شحال فيك تقريبا ديال الطول؟ ماشي طويله بزاف ماشي قصيره ما عرفتش مربوعه القد مربوعه القد الوغ من ناحيه الا كانت انا من الاحسن ان تعملها شويه طويله احسن من قصيره لان القصيره انا ما عارفينش الطول ديالك 100% كيفاش عامل الا كنت قصيره وتعمل جلابه قصيره اما تعملها قصيره بزاف واما تعملها طويله ما داك بين وبين ما يمكنش ما كتجيش مع لاطاي ديالك. واللون اختي باش نخيطها؟ عندي غوزانديان شمن توبي مليفة الوغ مليفة في الغوزانديان في الفوشيا انا كيعجبني اللون في اللون الفوشيا يتخدم اللون كيجي رائع جدا. شكرا اختي يعطيك الصحة الاحسن وكيجي راقي وانك الا لبستي الجلابه ديالك المليفة وفيها هذا اللون في اللون كتجي رائعه وحتى ولو طرستيها طرزها اللون في اللون ولو عملتي لها البيرلاج ديرو اللون في اللون كتجي رائعه جدا. شكرا اختي الفولة اختي اسمحي لي الفولة اختي تكون ملونه ولا سامبل؟
ممكن انك تعملو بالورود ممكن ديرك تسلف عندك بجوج بهم صالحين على حسب المناسبه اللي غتمشي لها. الا كنتي المناسبه مثلا معروضه لشي شي حفله ولا شي حاجه وبغيتي تلبس جلابه من الاحسن انك تلبسها الفولار ملون مع الطاك اللي غيشبه تقريبا اللي غادي يجي مع الفولار ومع مع مع لي شوسور يعني يكونوا متكاملين الفولار لي زاكسيسوار خصهم يكونوا تقريبا كيتشابهوا بعضياتهم. بارك الله فيك اختي سوت. شكرا اختي بزاف سميره اختي. شكرا لك ناديه. شكرا اختي سمحوا لي بارك الله فيك. مرحبا هذا واجب لالا ناديه. لالا اختك اختي تبارك الله. لالا اختك لالا سميره دغيا الوقت داز معاك ما سخناش بالنصائح ديالك شفت والحديث على الموضه. نعم وكاين يمكن الى شفتي الواتساب ديالك لريم صيفط لك واحد في المواقع الاجتماعيه في لاباج سميره حدوشي لاباج الفيسبوك كان عندي واحد السيده كتقول السلام عليكم اختي سميره. المهم يمكن لك تقراها الى عندك الواتساب حداك. السلام عليكم اختي سميره بغيت نسولك اش من لون ندخل مع هذا الثوب الذهبي ولا النقري والتحتيه اش من لون غيجي معها. شكرا. الوغ هذا الفيلوغ المبرى في تقريبا في الزرق. هاد السيده سميتها بن حدو جو بونس. الوغ هاد ممكن يجي معها الارجنتي وممكن يجي معها الدوغي. هاد الفيلوغ هذا الالوان بجوج ممكن ان نستعملهم حتى هما بجوج بهم في دقه واحده في هاد القماش هذا. من الاحسن الارجنتي انا كيعجبني بزاف مع الزرق لان كيعطي نظره اخرى ومكلف تخدمو بلي بايات بزاف يعني بالموزون اكثر يا بالموزون كيجي مبرى وكتجي مزيونه. نعم لالا سميره شكرا لك. وكاين ايضا هناك معجبات كثيرين هاو معنا في الفيسبوك وباغين يتواصلوا معك فشكرا لك. واكيد ان شاء الله يوم الثلاثاء المقبل غادي تكوني مع زميلتي جيهان مينا وغادي ايضا يكون هناك الحديث بالتفصيل. كنشكر سميره سنساوي. شكرا لك لالا سميره. شكرا بارك الله فيك. كنشكر سميره سنساوي كنشكر فاطمه العبدينه والجعفري حليمه البوبطي. تراقبوا في تمام منتصف النهار موجز اخباري مع خليل درنان من بعده. جليله الحدفاوي كضرب لكم موعد من 12 حتى الوحده ونتلاقاو ان شاء الله في برنامج ساحل الفراشه في تمام الساعه الخامسه. غادي يكون معنا يوسف قلزيم هو اللي غادي يكون معنا داخل الاستوديو. هادي نمشي معكم كتحييكم مع السلامه.